أقول لحبيبي أمل غربي تطلب الحارة أولاً عبر إيتي بالعربي. فيا هلا هلا خديتك وشبيبي فما تفاعل، لانه الاسم ها هو يعني شو الحاره، انه على شنو تحكي، تحكي على حاره، تحكي على بنت، فهذا كله بيسال. فنقول لهم خلص نازله تكتشفوها. فمع التفاعل اللي لقته امل غربي بعد نشر هالفيديو التشويقي لاغنيتها الجديده الحاره اللي راح تطلقها قريبا، ايتي بالعربي ما راح يخليكم تنطروا وراح يكشف لكم كل تفاصيلها اولا. شو السربريز؟ يلا فرصه اول مره انتم معايا بالاستوديو، بشوفوا حصري اغنيه الحاره. دايما حاسري عندكم، واحنا شكون نعطيو حاسري غيركم؟ انا من نمشي بالحاره حبيبي تشتعل ناره. هذه تجربه جديده لانه الاغنيه مختلفه جديده، ما تشبهش غير اغاني بالسوق. هالعمل من كلمات الشاعر وجدي والحان وتوزيع احمد جوزي، وهذا بيكون التجربه الثانيه لامل غربي باللهجه العراقيه. بشر ما يريد يلمحني وبهاي الغيره ذبحني. بس قبل ما نفوت بتفاصيل الفيديو كليب وكواليسه، خلينا نسمع مقطع منها اولا عبر ايتي بالعربي. اقول لحبيبي بيا هلا هلا فديتك وشبيبي، شو اسوي الخلق طلع ما يسمع لا ما يقنع ولا تصير الاشاره. انا من امشي بالحاره حبيبي تشتعل ناره، عيون الناس تاكلني شو اسوي ويا محتار. اما بالفيديو كليب اللي تولى اخراجه وليد نصيف، فالحاره ما رح تكون عاديه. فكره هي فكره المخرج، اكيد حب يصورها كانه حاره مودرن، فكانت هون بالفرساتشي لانه الوانهم والجو العام حلو فظبط. وشفناها كمان بمشاهد عفويه وعلى طبيعتها. حبينا هالكليب ناس تشوفني على طبيعتي شويه، لانه متعودوا امال هذه اللي بتاخذ تغني وانا في طبيعتي، اللي يتعرف علي يقول لي قدك شكا يعني روحك خفيفه وتمزح وتركضي وهيك، فحبينا نحط الجانب شويه هذا من هنا في الكليب عشان الناس تشوفني على طبيعتي اكثر. وفينا نقول انه الكيمستري بين امل ووليد عم بتكون سبب بنجاح تعاوناتهم. وليد صديقي على المستوى الشخصي نحبه برشا، وبالشغل دائما نقوله صارم، هو وإلي خوري لما يجتمعوا علي بالشغل فبصير انا عرفت تلميذه مدرسه. دليل اللي نحن صورنا مع ثلاثه كليبات، نزل كليب وهذا اللي حينزل الحاره، وفي كليب ثالث كمان مع وليد نصيف. والاكيد انه اطلاله امل بالكليب راح يكون لها حصه كبيره من الاصداء، فاعتمدت فستان اسود مميز بالموزاييك الملون من توقيع نيكولا جبران. الله، نيكولا جبران هو مبدع يعني، دائما فساتينه حلوه، وهالفستان بالذات انعمل للكليب فحتشوفوه حصري بكليب. وصحيح انه التصوير اخذ يوم واحد بس ما كان سهل ابدا. انا مين؟ يعني اول ما حضر الكليب وكنت نحضر اقول له مبين انه انا ذبلانه ودايخه، لانه بنص انه صورنا كان يوم متعب، فبالاخر وليد يقول يلا تفعل، اقول له لا خلص حيوم علي، يقول لي بالجد، قلت له خلص شطت. يعني الناس ما تعرفش بس انا شط بالكليب، وهلا لما حضرت الكليب بنقول لهم بالجد مش مبين علي انه انا تعبانه، يقولوا لي لا تمام مش مبين. وهلأ بدنا نرجع لأغنية أمل الأخيرة بدي حدا عكسك، اللي أصدرتها في مايو الماضي وحققت نجاح كبير على مستوى العالم العربي. بدي حدا عكسك حررني من حبسك، لب نظرته وشوفك لب غمرته وحسك. بدي حدا عكسك كانت من المفروض تكون تيتر مسلسل آدم وحواء اللي بطلته الممثلة ميساء مغربي، اللي سمى حالها صديق مشترك اللي هو ربيع هنيدي. عجبتها الأغنية برشا وحبتها تيتر المسلسلة، لأنه الأغنية كأنه مكتوبة على السيناريو بالضبط، لكن أنا حبيت برشا أنها تكون للمسلسل هذا، لكن ما فينا ننطر يعني سنة عشان ينعرض المسلسل برمضان هذا، أو صورناها كليب ونزلت كليب. لكن أنا من أمنياتي أنه يكون عندي تيتر مسلسل، وكمان تكونوا بطلته ميساء مغربي، خاطر بحبها برشا. وبما أنه حكينا عن العمل الجاي، مش معقول ما ناخذ شوية تفاصيل. فيها خلطة، كلام هيك أبيض مع إيقاع مودرن على عراقي، ما تفهميها. أنا أول ما سمعوني الأغنية ما كتير هيك دخلت براسي، قلت لهم فيها شيء غريب، يعني خلطة هيك، فيها خلطة مغاربية على عراقي على كلام أبيض مفهوم، وفيها كلمة تونسية كمان. احبني وغيري تهبلوة وأنا ذنبي لأن حلوة رقيقة وحيل دلوة.